اتحاد الكرة يفجر المفاجأة باحتمالية استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. أهلا بكم معنا في فيديو إخبار جديد مع المعلق عبدو. أكد مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة أن اللجنة لم تستقر على إسناد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لحكم بعينه، مشيرا إلى احتمالية الاستعانة بأجنبي. وقال المصدر: لم نبلغ أي حكم بإدارة مباراة كأس السوبر المقبلة. وأضاف أيضا: مباراة الزمالك والأهلي مختلفة وقد يديرها حكم أجنبي، ولم نتخذ قرارا باستكمال المسابقات بحكام مصريين لأن اللائحة تنصف الأندية في استقدام أجانب. وأكمل المصدر قائلا: الاستعانة بحكام مصريين في كل المباريات يتطلب حذف بند أحقية الأندية في طلب الأجانب، وهذا سيكون محل دراسة في الموسم المقبل. وكان اتحاد الكرة أسند إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022 للحكم المصري أمين عمر. وكان البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أكد رغبته في وقت سابق في الاعتماد على حكام مصريين في المباريات المهمة. وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 فيما حسم الأهلي لقب الكأس في الموسم نفسه على حساب بيراميدز، ويلتقي الزمالك والأهلي على ملعب محمد بن زايد يوم 5 مايو المقبل حسب ما أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي في وقت سابق من اليوم.